الرحمن الرحيم. أبارك للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. نحن الآن في ريف دمشق في الغوطة الشرقية في مدينة عربين، وتحديداً من أحد مطابخ قطر الخيرية. ومع بداية شهر رمضان المبارك بدأت قطر الخيرية بحملتها عطاؤك حياة، والهدف من هذه الحملة تقديم وجبات إفطار للصائمين والمحتاجين، وخصوصا من المنطقة الجنوبية والذين هجروا من قراهم وبلداتهم من زبدين ودير العصافير وبزينة وغيرها من المدن والقرى. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور، والرب تواب شكور. رمضان رمضان، Welcome holy month رمضان، Welcome.